مشاهدي الكرام، في إطار جهود وزارة الصحة للتوعية الصحية وتعزيز الصحة لدى المجتمع، نفذت صحة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التواصل والعلاقات والتوعية وبالتعاون مع فريق يقظ التطوعي مبادرة إرتو لتحفيز المجتمع على شرب الماء بكميات تكفي حاجة الجسم. هذا ودشنا مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير. المبادرة في التاسع من شهر أكتوبر لعام 2021، ستستمر بإذن الله لمدة 3 أشهر. للمزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة يسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد بن هليل الفهمي، وهو مشرف مبادرة إرتوي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، وشكرا لاختيارك المجد الوطن. أهلا فيك أخوي، وأحب أمسي عليك وعلى أستاذ المشاهدين، واشكركم حقيقة على استضافتكم لنا اليوم في قناتكم المميزة، وحييكم على حرصكم الدائم على إيصال كل مفيد وجديد للمجتمع، وبدعمكم لنا اليوم أنتم بإذن الله شركاءنا في نشر الوعي الصحي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. بداية ودنا تعرفنا أكثر على هذه المبادرة وأبرز ملامحها. كلنا نعرف أهمية شرب الموية ودورها الأساسي في عمل وظائف الجسم بكفاءة، والماء يشكل تقريبا من 50-70% من الجسم، وفي الأيام الجاية حندخل على موسم الشتاء، وحقيقة يقل فيه شرب الناس للماء بشكل كافي. فأطلقنا إرتوي، وهي مبادرة صحية مجتمعية من فريق يقظ التطوعي بإشراف من صحة مكة المكرمة، تهدف إلى تعزيز عادة شرب الماء من خلال توفيرها بالمجان بالتعاون مع عدد من المقاهي المحلية في العاصمة المقدسة، لتصبح خيار صحي متاح للجميع. ويشاركنا في تفعيل هذه المبادرة 36 مقهى في مكة المكرمة، يقدمون الماء مجانا للمستفيدين في إرتوي. جميل أستاذ محمد. طيب أسلم، فيما يتعلق بالماء، وأنتم يعني في مبادرة إرتوي أكيد أنكم عملتم على طريقتها وآليتها، لو نتكلم عن، هل فعلا احنا دائما نسمع أنه الشخص البالغ يجب أن يشرب 8 كاسات موية مثلا، هل هذه يعني فعلا حقيقة علمية مثبتة أم أنه يحتاج إلى أكثر أو على حسب عمره مثلا؟ صحيح، يحتاج الشخص بحد أدنى يوميا إلى شرب 8 أكواب من الماء. جميل. ويختلف حسب العمر والوزن وما إلى ذلك، يعني لكل شخص حسبة خاصة، لكن بحد أدنى لابد من شرب 8 أكواب من الماء. جميل. طيب جميل أستاذ محمد، اللي فهمته من كلامك أن المبادرة الآن هي قائمة في منطقة مكة المكرمة، صحيح؟ صحيح، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الصحة المجتمعية ورفع الوعي الصحي لدى الأفراد، إضافة إلى تحفيزهم على أخذ كفايتهم من الماء بفضل تسهيل وجود الخيارات الصحية التي تعود بالنفع على صحة وجسم الإنسان. حقيقة إحنا بدأنا في مكة، لكن نطمح إلى التوسع في المبادرة لتشمل عديدا من مدن ومناطق المملكة لتحفيز الجميع على شرب كفايتهم من الماء. جميل، يعني إن شاء الله راح يكون في نية في الفترة القادمة يكون في أكثر من منطقة. أكيد، بإمكان أي صاحب مقهى الانضمام للمبادرة من خلال التواصل معنا عبر حساب صحة مكة المكرمة أو حساب يقظ في تويتر. جميل 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 جدا، وصراحة تشكرون على مثل هذه المبادرات، وشكرا أيضا على مداخلتك معنا ومشاركتكم في برنامج المجد الوطن. كان معنا الأستاذ محمد الفهمي، وهو مشرف مبادرة إرتوي بمنطقة مكة المكرمة. العزيز، إذن مبادرة جميلة جدا، وحقيقة يعني إحنا إن شاء الله يعني نسمع تطبيقها في مناطق المملكة وتحديدا في الرياض، يعني عشان نستفيد من الموية المجانية بإذن الله. لكن بالتأكيد أنه الموية لها فوائد كثيرة جدا، يعني تعود على الصحة وتعود على كذلك الحياة المجتمعية بشكل عام، وخصوصا أيضا أنه حنا اليوم يعني نتكلم داخلين على فترة الشتاء عبد العزيز. صحيح. وللأسف أنه فترة الشتاء ترى يقل شرب الماء عند الناس بسبب طبيعة الجو والبرودة، فحلو أن المبادرة انطلقت أيضا في فصل الشتاء، وهدفها هي رفع يعني معدل شرب الناس من الماء.